يا مساء الانوار يا كابتن توفيق، يا مساء الفل يا ابو الكباتن، اهلا اهلا اهلا. عامل ايه؟ اظنك كبومب دلوقتي والحمد لله ما شاء الله الحمد عليك. لله الحمد لله يا كابتن هشام، والله العظيم الحمد لله الحمد لله ربنا كريم. والله صوتك باين عليه الفرحه النهارده يا والله كابتن هقول لك هشام. على حاجه، زي ما توقعنا الاهلي يتعثر، بيراميدز يتعثر، الزمالك ياخد الدوري دون ان يلعب، في احلى من كده؟ الحمد لله الحمد فاضل لله، ثلاث متوش الحمد لله، مش محتاجينهم، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ريحونا والله وريحوا اعصابنا، ريحوا قلوبنا، ربنا يبارك لهم. الواحد بيبقى انت عارف قلقان يا ابو الكباتن، وعارفين احنا ياما حصل مع الزمالك نبقى متقدمين بنقط كتيره ونبص في الاخر نلاقي الاهلي هو اللي بطل الدوري. لا اتعكست دلوقتي، الزمالك في الدور الثاني ما شاء الله. الحمد لله، وده حق الزمالك، يعني حتى لما الزمالك كان بيخسر الدوري اما كان يبقى متقدم على الاهلي بنقط كان بيخسره بفعل فاعل، واحنا كلنا عارفين كده. بالظبط كده، يعني الزمالك بيلعب كره جميله ويلعب كويس جدا، وفي الاخر الاهلي هو بطل في فريق الدوري. مش هقول اسمه، ان يوم الحظ فاته حكامه بتلحقه، دي حاجه معروفه. عارفينه كلنا طبعا يا ابو الكباتن. احد الانديه يعني العربيه، احد الانديه العربيه، مش لازم بس الحمد لله، يعني النهارده هو فيوتشر عملها وكسب بيراميدز، وصراحه يعني ما كناش مصدقين ان فيوتشر لا انا مصدق، فيوتشر فريق جامد، وبيراميدز بيلعب عليه ضغط رهيب. ما شفت انت الكوره من عند ربنا، شوف لفت ازاي ودخلت ازاي كوره عمر كمال ابننا عمر كمان المعار الحمد لله. لفيوتشر. احنا على العموم يعني احنا كنا بنقول على اساس ان علي ماهر طبعا انت عارف اهلاوي وكده، والله هقول لك على حاجه، طيب وهيفتح الماتش ما لبيراميدز، اعتقدش، يعني هو بيلعب باسمه هو لنفسه وعاوز يكسب طبعا. هو كده اثبت ان طبعا ما بيبقاش في تفويت في المباريات، لا لا لا، يعني اماجد النحاس، يعني احنا كده نطمن اماجد نطمن. النحاس فشل مع الاتحاد السكندري فوشه كتير. شفت انت الكابتن محمد عمر لما تولى المهمه كسب البنك الاهلي 3-6، هي قدرات مدربين بقى وراحه قدرات مدربين اللعيبه ونتائج مباريات وكده، بالظبط وكل كده. ماتش ليه يعني ظروفه. اعتقد ان ما يعني عدم التفويض دي هنلعب بقى ان شاء الله الدوري الجديد، واحنا مطمنين ان شاء باذن الله الله ان شاء هيطمنونا. الله كده وعلي خلاص. ماهر كده اثبت ان عنده ضمير وربنا نصفه صراحه، وانا يا ابو انا مش الكباتن، زعلان، انا يعني مبسوط انا والله. بلعب باسمي وبنفسي، عايز اكسب طبعا، عايز انجح طبعا، واخد بال حضرتك؟ المكسب بيبقى بيفرح طبعا، وكده احنا هيبقى لو احنا بنلعب لعبه حتى الواحد بيحب يكسب فيها، حتى لو مش هناخد فلوس، حتى لو مش شغلتنا. بالظبط كده. وعاوز اقول لك حاجه يا ابو الكباتن، يعني اتفضل. يقول لك الاهلي مش عاوز ما بيحبش يتغلب حتى في الماتشات الوديه، انا عاوز اقول لك حاجه، حتى لو بنلعب بفريق في الشارع او فريق في كده ماتش اي كلام او اي حاجه، ما حدش بيحب يتغلب، فريق بالظبط درجه كده. رابعه ما بيحبش يتغلب. بالظبط كده، المقصه ما بيحبش يتغلب. والمقصة ما يحبش يتغلب، بيقاتل فريق لاخر درجة لحظة ثالثة حتى. ما يحبش يتغلب، ما يحبش يتغلب حتى لو بيلعب ماتش ودي، ما مين بيحب يتغلب. لكن طبعا احنا عارفين الاعلام، يا رب ربنا يهديهم شوية آمين والشعارات يا رب، الزائفة بقى آمين دي يا رب. تهدى، وعشان يبقى الدوري بيبقى ليه طعم. طب وجه كلمة بقى بعد ما قلنا الدوري في 100 عقبة، الدوري في 100 عقبة، خلاص ماشي، وجه كلمة بقى للمستشار مرتضى منصور صانع البهجة والانتصار. احنا هنوجه كلام للمستشار مرتضى وللجمهور الزمالك العظيم. الاول احنا بنقول لجمهور الزمالك العظيم الف 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 مبروك، الف مليون تستحقه، مبروك، الف مليون مبروك، اعظم جمهور تستحق في يا العالم. كابتن هشام، انت واحد من جماهير الزمالك العظيمة، ربي يخليك، تسلم، وقلبك دايما مع الفريق ودايما روحك مع الفريق. انا عارف اللي انت بتنام بتحلم بالزمالك وتقوم ده انا تحلم ساعات ما بالزمالك، يجيليش نوم الا لما احط التشكيل الامثل لنادي الزمالك واروح لنادي النوم. الزمالك طبعا. وهو ده جمهور الزمالك العظيم اللي عنده وفاء، جمهور زمالك جمهور كره حقيقي، محب للكره، طب كلمه محب بقى لنادي الزمالك. للمستشار مرتضى وبالنسبه منصور، للمستشار بنقول له الف الف مبروك يا سياده المستشار، الله يبارك ومتشكرين. يعني احنا بنشكر سياده المستشار، شكرا شكرا على دعمك للفريق، على حبك لنادي الزمالك، على وقوفك جنبنا فعلا زي ما بيقولوا، من احسن
من احسن الرؤساء اللي جم من نادي الزمالك وجم على ولا يصلح لرئاسه الزمالك الا المستشار مرتضى منصور. من زمان واحنا بنقول يعني. كده هو بس يعني بنطلب منه ان هو يمسك اعصابه شويه ويهدى وبس. هو ربنا عوض عصبيته، ربنا يخلي له ابنه الكابتن امير. ربنا يخليك يا امير، ربنا يخليك ويطرح البركه فيك. راجل ابن احمد برضه مرتضى، احمد طبعا طبعا الناس ناس بيحبوا الزمالك. احمد في الصلاه متربيين في حاجه جميله، حاجه جميله وامير طبعا عشان معانا في كره القدم طبعا يعني ربنا يا رب يبارك له ويكرمه. ربنا عوض العصبيه بتاعت المستشار في ابنه امير، ربنا يا رب يخليه. على حاجه ظلم كبير بنتعرض له، المستشار ما بيقدرش يستحمل وبيحارب في كذا جبهه، فانا التمس له العذر. في النهايه يا كابتن توفيق انا بشكرك جامد قوي، اظن كده خلاص انت ارتحت الحمد لله. نتفرج بكره على ماتش الزمالك والاتحاد بمزاج في نفسي بقى خلاص بقى